شايفين اللوز؟ بحاول احط هيك حواليها لان هي بطحين اللوز. ها لازم ضروري تجربيها. See my cake, look how yum 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 delicious with cherry on the top. Yes. What we have really tasty delicious replacement for healthy lifestyle cake. 1.5 cup almond flour with the skin. See, you can buy it without the skin. It happened, I bought it with the skin. فنجان ونص طحين اللوز بالقشر. ربع فنجان محلي المونك فروت. Fourth cup monk fruit. Third cup half and half. ثلث فنجان طحين كامل حليب كامل الدسم. 3 معالق معيارية طحين جوز الهند. هاي تيبل سبون هاي تي سبون. معلقة كبيرة معلقة صغيرة. 1 تي سبون بيكنج باودر. 1/2 تي سبون سينمون. 4 ايجز. And I grind the sugar to a powder sugar. See. And we gonna start. هنبدأ. See, just 4 eggs, and we're gonna scramble them till they become nice and fluffy. Okay, and we'll be back. حنخفقهم لما يصيروا على بياض وخفاف. انت بتضلي تخفقي لما يصير خفيف ولسه حضل اخفق فيه كمان شوي. I'm gonna keep mixing it till it becomes so fluffy. شايفين؟ هلا بحط الحليب. بحط الفانيلا عشان الريحة. حط القرفة. سينمون. I'm gonna add baking powder. Coconut flour. Almond flour. And I'm gonna mix. دهنتهم زبدة وهلا بحط فيها. هلا بحطهم في الفرن حامي 350. خليها تبرد ونكمل ان شاء الله. ممكن تخلي كل شيء بديل وتعيشي بصحة انت وولادك. فين الكيك؟ ما شاء الله. هاي برد. اعمل له الكريمة. شايفه هاي جبنه بدون ما تبقى لوفات عاديه. وفنجان الكول ويب. شايفه فنجان الكول ويب. ومعلقه سكر سويتنر تاع المونك فروت بودره. شايفه هلا راح اخلطها عشان ادهن فيها الكيك. يام يام عليكم. شوفي الكريمه، شايفه محلها ناعمه صارت. وهي الكريمه وحقعد ازينها. اخ يا الله. تعرفوا مرات لما بتبقي قاعده بس تتمني حاجه حلوه. هلا راح اكمل وارجع لكم. ان الكيكه كيف زينتها يعني بصراحه لسه بزين فيها. شايفين اللوز؟ بحاول احط هيك حواليها لان هي بطحين اللوز. ها لازم ضروري تجربيها. مش محرومه. من شو محرومه يعني؟ ها من شو محرومه؟ قوليلي شو ناقصنا. ناقصنا رحمة ربنا. الكيكة هلا حطها بالثلاجة وان شاء الله ما خلي منها شقفة بكرة. شايفين حطيت عليها هون كرز من النص. وهاي الكيكة تبعتي. يام يام يام. See my cake, look how yum 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 delicious with cherry on the top. Yes. See, I'm gonna put it in the refrigerator to get firm.
Then I'm gonna begin. شو عملت امبارح؟ You did yesterday. بسم الله. شوفوا شوفوا لو تدقوها. الله الحمد لله.